في فيديو أزعجني بشكل كبير جدا، بيبين زي ما هتشوفوا دلوقتي طرق العبث في مزين الإبل، وإزاي إن عمليات العبث دي بتكون بطرق. أول حاجة إن هي تأذي الحيوان بشكل كبير جدا زي موضح بالصورة، وكمان هي غير لا إنسانية بالمرة يعني. فبدل ما بيحاول إن هو يحسن الحلال بتاعه بالطرق الطبيعية، من اهتمام بتغذية واهتمام بالحالة الصحية والبدنية للإبل، لا هو بيلجأ لطرق غير شرعية زي ما احنا شايفين، بحقن الهواء وحقن مواد طبعا ضارة بالجسم الحيوان. بعضهم بيحقن البوتوكس والفيلر في الشفاه، بعض بيستخدم طرق قاسية جدا، يعني الفيديو صراحة قاسي جدا للحصول على شكل من أشكال الجمال، وهو لا يمت الجمال بصلة، وهي في أذى وأذى كبير جدا للحيوان. وحيوان ربنا يعني ادانا هدية، لكن احنا بنعبث بيها بشكل لا إنساني. فأكيد طبعا مثل هذه التصرفات بتضر بكل المهتمين بمزايين الإبل. ومشكورا في المستشفى السلام للإبل في المملكة العربية السعودية، يعني اشتغلوا على الموضوع ده وعملوا بحث خاص بكشف كل طرق العبث ده، وكان النتائج باستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن طرق العبث وطرق التدخل الغير نزيه والغير يعني مهني بالنسبة لملاك والإبل والمهتمين بالإبل بصفة عامة. وطبعا الموضوع ده طبعا بيساعد على اللي بيكون المنافسة منافسة شريفة بالتشخيص الدقيق لكل من يعبث بهذه المخلوقات، وكل من يعني يضر بهذه المنافسة.